يقول السائل: بعض الشباب يزهد في العلماء ويصفهم بأنهم لا يفقهون الواقع، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ هؤلاء لا يلتفت إليهم، هؤلاء سفهاء، وإذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. هؤلاء سفهاء يجب تركهم وعدم الالتفات إليهم، لأنهم لا يعرفون قدر العلم ولا قدر العلماء، فلذلك تكلموا بهذا الكلام. نعم.